بالقليل من الخداع والكثير من التكنولوجيا المتطورة، تمكنت إسرائيل من اختراق حزب الله واصطياد الشبح، وهو الاسم الذي كانت تطلقه تل أبيب على القيادي في حزب الله فؤاد شكر. عمليات طالما برع الموساد في تنفيذها متجاوزا كل الحدود الجغرافية والحواجز الأمنية دون أدنى اعتبار لوزن وحساسية الشخصيات المدرجة في قائمة بنك الأهداف، قائمة لن تدخر حتى آيات الله في إيران في حال أصرت طهران على تنفيذ ردها. تل أبيب أم طهران؟ من سيصرخ أولا في لعبة عض الأصابع؟ تفاصيل جديدة مشاهدينا. تكشفت إذن عن عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بتقنيات اتصالات وتتبع إسرائيلية متقدمة استدرجته من مكتبه إلى منزله، لكن كيف؟ صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن اختراق الشبكة الداخلية لحزب الله، وقامت بخداع شكر قبل دقائق من مقتله عبر مكالمة هاتفية من شخص يبدو أنه الجاسوس الذي استخدمته إسرائيل وفق الصحيفة. هذا الشخص قال إنه سيأتي للقائه في تمام 7 مساء في بيته بالطابق 7 لتسهيل مهمة اغتياله على نحو أدق، ليصعد شكر من الطابق 2 إلى في نفس المبنى الذي يعمل ويعيش فيه في التوقيت المتفق عليه. حزب الله بدوره نفى ما وصفه بالتسريبات الكاذبة التي نقلتها وول ستريت جورنال، مؤكدا عدم وجود أي اختراق بين قياديي الحزب تسبب في مقتل شكر. في حين أضاف تقرير الصحيفة أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ذكر في كلمة تأبينه أنه تواصل هاتفيا مع شكر قبل ساعات من اغتياله أواخر يوليو الماضي، ما يشير إلى فشل استخباري آخر لحزب الله وإيران تمكنت فيه إسرائيل من التغلب على دفاعات الحزب باستخدام تكنولوجيا وأدوات قرصنة أكثر تطور. شكر الذي كانت إسرائيل ومن قبلها الولايات المتحدة يسمونه الشبح عاش حياته بطريقة تكاد تكون غير مرئية لنحو 4 عقود، وكان أحد أهم الشخصيات المطلوبة في تاريخ حزب الله بعد التخطيط لمقتل 241 جندي أمريكي في ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية المارينز في العاصمة اللبنانية بيروت عام 83. تسريبات تفتح الباب واسعا أمام اختراقات أخرى ربما تسعى فيها إسرائيل إلى تكثيف نشاط اغتيالاتها عبر استهدافات كهذه وفق الصحيفة، من شأنها تصفية قيادات تعتبرهم خطرا على وجودها. من بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد أحمادة. مرحبا بك أستاذ خالد. سبق اغتيال شكر الكثير من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات قيادية في حزب الله وحلفائه، هل تمكنت إسرائيل من تحقيق هذه الاختراقات دون وجود جواسيس برأيك داخل بنية الحزب، أم أن الأمر ممكن وفقا أو بالاستناد والرجوع إلى التطور التكنولوجي وحده؟ مساء الخير. يعني لا يمكن الجزم إذا ما كان هناك يعني عامل تقني هو الذي ساهم في كل هذه النجاحات التي حققتها إسرائيل في عملية اغتيال قادة من الصف الثاني والثالث وأخرها فؤاد شكر من الصف الأول، أم أن هناك فعلا تعاون من قبل يعني عملاء في الداخل. ربما يعني يجوز العاملين أن يجتمعا، ولكن لا يمكن أن ننفي مستوى التطور التقني، ولا سيما أنه إسرائيل تحظى بدعم أمريكي ودعم بريطاني في عملية ملاحقة أهدافها، في عملية التصوير الجوي، متابعة المكالمات، وكل ما هناك ما من شأنه أن يعزز القدرات الاستعلامية لدى إسرائيل، ويؤدي طبعا إلى النجاح في تحقيق كل هذه الأهداف. أستاذ خالد، لكن شخص بأهمية وموقع فؤاد شكر يحادثه هاتفيا شخص مجهول ويتمكن من استدراجه إلى الموقع الذي يسهل استهدافه، يعني شخص مجهول، هذه ربما جملة تحتها الكثير من الخطوط. كيف يقع شخص بذكاء شكر ضحية للخداع من شخص مجهول؟ هل هنالك برأيك حلقة أمنية مفقودة في هذه الرواية؟ طبعا هناك أكثر من حلقة أمنية مفقودة،
طبعا فؤاد شكر رجل أمني تمكن من، يعني رغم كل الملاحقات، من أن يضع نفسه في الظل، وطبعا ينجح في ذلك، حتى أنه يعني ربما أكثر من 99 من اللبنانيين لا يعلمون من هو فؤاد شكر. وبالتالي أنا أعتقد يعني أنه هناك أكثر من حلقة ناقصة، وهناك أكثر من علامة استفهام تطرح. في الدرجة الأولى على صعيد دوائر الاتصالات، لا شك أنه عندما نتكلم عن دائرة الاتصال التي يشكل فؤاد شكر أحد يعني عناصرها أو أحد رموزها، لا شك أن هذه حلقة اتصالات ضيقة قد تقتصر على مجموعة محدودة من الأشخاص، ربما لا يتجاوز عددهم 10. يعني وبالتالي إذا تكلمنا عن دوائر اتصالات سرية فهذه ليست دائرة واحدة. الدائرة أعتقد التي يشكل يعني أحد عناصرها فؤاد شكر هي دائرة صغيرة جدا وتقتصر على مجموعة محدودة من الأشخاص. لذلك أنا لا أميل إلى عملية أنه هناك شخص من الخارج تمكن من استدراج شكر للقائه في منزله. هناك شخص موثوق من شكر يمكن لشكر أن يلتقيه في منزله، لأنه لا أعتقد أنه شخص كفؤاد شكر ممكن أن يلتقي أي شخص في منزله. هو سيلتقي في منزله شخص موثوق، وبالتالي إما أن يكون من اتصل بشكر هو يعني الشخص الذي تلاحق إسرائيل اتصالاته، وبالتالي تمكنت من معرفة أن هناك سيجمعه لقاء بشكر، أم أن إسرائيل تمكنت من معرفة البصمة الصوتية لأحد الأشخاص الذين يتصل بهم شكر، وتمكنت من يعني بواسطة الذكاء الاصطناعي من طيب استدراجه إلى هذا اللقاء. ولكن بمطلق الأحوال لا يمكن القول إلا أن هناك يعني اختراق خرق. استخباراتي طيب واضح لعملية إيقاع بالشكر. يعني نحن نحاول أن نخمن في هذه يعني الفقرة أستاذ خالد، لكن صبيحة يوم الاغتيال كان لافت أنه حزب الله أصدر أوامر تقضي بتفريق القادة رفيعي المستوى واختبائهم بعد إعلان إسرائيل تحديدا نيتها الرد على صاروخ مجدل شمس، إن كنت تذكر أستاذ خالد. لماذا بقي فؤاد شكر مثلا في ذات المبنى الذي يعني يسكن فيه ويقع فيه مكتبه ومنزله؟ يعني أولا فؤاد شكر، لا أعتقد أنه القادة الذين قصدهم حزب الله أو طلب منهم أن يتفرقوا أو أن يعني يحتجبوا ويغيروا أماكن تواجدهم، أنه فؤاد شكر هو أحدهم. فؤاد شكر هو على رأس هذه التركيبة العسكرية الأمنية في حزب الله، نشاطاته بأهمية عالية، وبالتالي يعني فؤاد شكر لا يتلقى تعليمات، فؤاد شكر يصدر تعليمات إلى قادة الحزب. وبالتالي فؤاد شكر الذي كما قلنا يسكن في مبنى لا يدري حتى سكان المنطقة أن هناك مسؤول من حزب الله يسكن في هذا المبنى، وبالتالي هو خارج دائرة من يجب عليهم تغيير أماكن إقامتهم. فؤاد شكر هو طبعا هو الـ يعني الرأس المخطط لكل العمليات ذات الطابع الخارجي وذات الطابع العام. نتكلم يعني عن طبعا الحادثة الكبرى، وهي يعني استهداف مبنى المارينز حيث نعم سقط 241 أمريكي. فؤاد شكر هو من هذا المستوى، وبالتالي فؤاد شكر غير معني بأي التعليمات. كما قلنا فؤاد شكر هو طيب، من يصدر التعليمات. بما أنك تحدثت عن هذا المستوى، يتساءل الناس العاديون أستاذ خالد، الموساد كيف تمكن من استهداف قادة مثل العاروري مثل هنية وحتى شكر وعلماء ذرة أيضا في طهران طبعا، وفشلوا في الوصول إلى قادة آخرين يعني كالأمين العام لحزب الله مثلا؟ هل هي تأجيل أولويات احتياطات أمنية؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا تكلمنا على المستوى المخابراتي والميداني، ففؤاد شكر هو يعني هدف
ثمين جدا. لا أعتقد أنه يعني أي قيادي آخر، يعني طبعا بصرف النظر عن الوزن التعبوي الوزن المعنوي الذي يعني قد يتسبب به أو قد يمثله أحد الشخصيات الأخرى، ولكن فؤاد شكر ربما قد يكون الهدف الأثمن، هو بوزن العروري وربما أثمن، هو كذلك ربما بالنسبة لحزب الله هو بوزن قاسم سليماني كذلك. يعني نحن نتكلم عن أشخاص لهم فعاليتهم، لهم قدراتهم، لهم خبراتهم، وبالتالي يعني فؤاد شكر هو العقل أو أحد العقول التي تدير العمليات ذات الطابع المخابراتي العالي المستوى، وبالتالي يعني قد يكون فؤاد شكر هو أغلى الأهداف في منظومة حزب الله. بما أنه أغلى الأهداف، هل تشارك وجهة النظر أو ربما توافق مع وجهة النظر أنه اغتيال شكر كان يعني خرق لقاعدة الاشتباك في عملية الاغتيالات الأمنية؟ أنا أعتقد أنه يعني أنا لا أوافق على كلمة قواعد الاشتباك، يعني حتى أنه هذا المفهوم يستعمل، يعني أصبح يستعمل بطريقة مغلوطة. ليس هناك قواعد اشتباك بين عدوين، قواعد الاشتباك تكون عادة بين جيشين صديقين أو بين قوات حليفة. ليس هناك شيء اسمه قواعد اشتباك بين حزب الله وإسرائيل، إذا افترضنا أنه حزب الله يقاتل إسرائيل وإسرائيل تقاتل حزب الله. يعني وبالتالي إسرائيل دأبت على اغتيال القادة في حزب الله بطرق مختلفة، ولكن كل هذه التقاطعات كانت تدل أن هناك حلقة استخبارية ما أو ثغرة استخبارية ما يتم من خلالها اصطياد هذه الأهداف. أما بالنسبة لشكر فشكر يعني ربما يجيب على مجموعة تساؤلات. طبعا نحن ندرك جميعا أنه كان هناك جائزة مادية كبيرة وضعتها الولايات المتحدة لمن يدلي بأي معلومات عن فؤاد شكر. اليوم مع اغتيال فؤاد شكر قد يغلق ملف التحقيق في حادثة الماريتس، وإذا وضعنا طبعا حادثة شكر وهي لا يمكن وضعها بنفس المستوى الذي نضع فيه سائر الاغتيالات التي حدثت في لبنان لعناصر من حزب الله في قرى حدودية مختلفة، حادثة شكر يمكن أن تصنف بنفس المستوى لاغتيال العروري ولاغتيال محمد الضيف إذا صحت أنه اغتيل، ولاغتيال هنية إسماعيل هنية. هذه اغتيالات من وزن مختلف وكلها متصلة طبعا شكرا. بالسياسة العليا الاستخبارية لحزب الله أو لطهران بالذات. ربما هذا كذلك هو بحجم اغتيال أو بحجم مقتل الرئيس الإيراني رئيسي، وبالتالي نحن نتكلم فعلا عن مجموعة اغتيالات تثير تساؤلات عديدة، ليس فقط حول الاختراق من الناحية الفنية، ولكن حول ربما إغلاق ملفات وربما مساومات شكرا. تتم من خلال اغتيال هؤلاء الشخصيات. شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة على هذه المقابلة.